مساء الخير. على أرض طرابلس كل الحكاية، هونيك الإحياء اللي متبع الصمت الأصيل، صمت عن حرمان طويل. هونيك المنكوبين، الناس العايشين ورا الشمس وببيوت ما بيوصل للدفع. وبطرابلس في مواطنين عالشمال بلا رقم ويمكن تحت الصفر. مطارح القلة هي كمان عاصمة ثورة وانتفاضة، ولأ على كل القهر، لأ على مدينة انكتب إنه يعيش على أرضها كل تناقضات الدنيا، من الغنى قد ما بدك للفقر على مد النظر. ومن بين هالواقع العصي على التحليل وبأوراق انتخابية صعبة، تقدم عمر حرفوش كمشروع أكثر من كونه مرشح، وصل ومعه مفاتيح لحلول بجمهورية أرادها الثالثة. بالبداية كتار شافوا فيه ظاهرة أو رجل القدرة، أو إنه مظاهر الرخاء والصرف حصنته بالثقة وكبرت حاصله. لكن عمر حرفوش وبإطلالات متعددة على الإعلام قدر إنه يخلي اللي عم يسمعوه يفكروا بمضمون اللي عم يطرحوا. قدر ياخد من وقت الناس مؤيدين ومعارضين، حلفاء وخصوم، إنه يفوتوا يفتشوا ويعرفوا عنه. قدر يصير حديث سهراتهم، مش مهم إذا بالمنيح أو بالعاطل، بس المهم إنه عم يحكوا عنه. ابن الدبلوماسية الأوروبية، ومن قبل الثورة بلش يمد شبكة خطوط بين أوروبا ولبنان، ولما وقعت الأزمة بادر لوضع خطط لاستعادة الأموال اللي سرقتها النخبة الحاكمة وضمنها كنقاط ببرنامج الجمهورية الثالثة. وعلى البيانو عزف عمر لحن العمر السياسي، وقرر يخوض حرب بوجه شخصيات وقيادات وزعامات معمرة بالمدينة. هي حرب، والحرب معارك. شو رح يعمل إذا خسر هالمعركة؟ وإذا نجح بالسباق والتدافع صوب مقاعد العاصمة الثانية، شو رح يتغير؟ الليلة بكلام أخير قبل الصمت، عمر حرفوش قد التحدي؟ من عازف على البيانو إلى طامح لرئاسة الحكومة، عمر حرفوش منتج الأفلام والممثل الذي انتقل من عالم الفن والبزنس إلى عالم السياسة ليخوض الانتخابات النيابية هذا العام كمرشح على المقعد السني في مدينته طرابلس. حرفوش ابن 53 عاما، هو منتج أفلام وناشط إعلامي سابقا في أوكرانيا التي يملك فيها مع شقيقه مجموعة إعلامية، ومنذ عام 2006 يقيم في باريس، وهو ملياردير ناشط في عالم عروض الأزياء وتنظيم مسابقات الجمال. أما في لبنان فأسس حزب الجمهورية الثالثة وباسمه رشح نفسه للانتخابات المقبلة. المرشح الظاهر يبدو غريبا وغير تقليدي ومثيرا للجدل، بداية من مهرجانه الانتخابي الذي انتهى بإشكال أدى إلى سقوط جرحى وسرقة بعض الحاضرين للكراسي التي كانوا يجلسون عليها. ولكن ماكينة حرفوش الإعلامية تقول إن المهرجان نجح والحضور فاق كل التوقعات. رفع رئيس لائحة الجمهورية الثالثة لواء الدولة العلمانية على الطريقة الفرنسية، ويقول إنه سيكون رئيس الحكومة السني الأخير في لبنان، وإن برنامجه إلغاء الطائفية ومحاربة الفساد. نحن بالفعل مستقلين، الكل مستقلين، كان في حوارات متطاولة مع الأكثرية لحتى نتفق على أكثر المبادئ يلي أنا اقترحتها من فترة وأكثرية اللبنانيين بيعرفوها، يلي هي بناء لبنان جديد، الجمهورية اللبنانية الثالثة اللي يكون فيها المساواة، حقوق المرأة، ويكون فيها نظام سياسي جديد، منه الانتخاب المباشر لرئيس جمهورية، انتخاب لبنان دائرة واحدة، طبعا مش هلأ بس بالانتخابات الجاية. اتهم عمر حرفوش رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتلقي تمويل حملته الانتخابية من إسرائيل، وألقى عليه آخرون تهمة التطبيع مع العدو، ولكن القضاء اللبناني أثبت براءة حرفوش من هذه التهم. وبحسب القرار الصادر عن المحكمة فقد تبين عدم صحة الدعاوى المقدمة ضد عمر حرفوش
بوش وطالب مقدمي الدعوة بإزالة العبارات المسيئة إلى المرشح عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عم بتعايروني بس إلي أنا لأني أنا نظيف، بس ما لكم قلب تقولوا للقوات من ناجبين مصرياتكم. أنا بعرف من ناجبين مصرياتهم، مصرياتهم مش من السعودية. ما عم تسألوا من الإسرائيل، صرت قيل أربع خمس مرات إسرائيل عم بتمول، صار لأكثر من أشهر. ردت القوات على حرفوش بأنه يقدم أوراق اعتماده إلى أولياء أمره في محور الممانعة من أجل دخول شخص مجهول مثله في الحياة السياسية، وطالبت بملاحقته واتهمته بأن أمواله مشبوهة المصدر ويصرف كثيرا منها على حملته الانتخابية. هو عمر حرفوش الذي تعادل شهرته حاصلا انتخابيا كما يقول أحد المواقع الإلكترونية، ويلقى ترشحه عن مدينة طرابلس بعض الانتقادات وعلامات الاستفهام التي تركز بشكل كبير على شخصه وعمله ومصادر أمواله. وفي زحمة المرشحين واللوائح بدائرة الشمال الثانية، هل ينجح عمر حرفوش في إيجاد مقعد كحالة مستجدة تنافس الزعامات التقليدية في عاصمة لبنان الثانية؟ مساء الخير من جديد مشاهدينا، وقبل ساعات من الصمت الانتخابي وأيضا بتفصلنا ساعات عن بدء العملية الانتخابية، آخر الكلام يلي ممكن يقوله عمر حرفوش الليلة. مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. كان المفروض وكنا حابين كتير أنه تكون معنا بالاستوديو، ولكن في ظروف خاصة وطارئة منعت أنك تقدر تكون. هيدا شيء محال دون أنه نعمل هذا اللقاء معك، وإن كان عبر التقنيات وعبر الأقمار الاصطناعية. المهم الهدف مش الوسيلة، ما هيك؟ طبعا المهم الهدف، والوسيله هي برنامجكم اليوم لحتى انا اقدر اتواصل مع الناخبين الطرابلسيين. الهدف هو انت وبرنامجك، والهدف الاكبر انك تخبرني كيف بفتره قياسيه قدر عمر حرفوش انه يحجز هذا المكان على طاوله الكبار في طرابلس. عمر حرفوش يلي بلش بالنسبه للبعض مزحه وانتهى بامر واقع يخشاه الخصوم، كيف؟ أول شيء أنا عملت استراتيجية وخطة مشيت فيها تقريبا، بلشت قبل ما يتم الإعلان عن الانتخابات، بلشت قبل بشهرين وأعلنت أني أنا مرشح، وكنت واقف مع كل أعضاء عائلتي، أعلنت أني أنا مرشح على الانتخابات النيابية. وكان طبعا في هالشيء فاجئ الكل، وكان اصلا حديث انه مش رح يصير انتخابات. وانا مشيت باستراتيجيه انا حطيتها لنفسي، استراتيجيه ثابته متمكنه، وكنت عارف انه حيكون معي وقت لحتى رد على الهجومات من كل الانواع. عرفت انه في ناس مش رح يضيقوا بجديه، في ناس رح يقولوا هيدا جاي من عالم الازياء، في ناس رح يقولوا هيدا موسيقار. يعني حضرت حالي لكل هالهجومات، وحسنا فعلت، لانه خلال شهرين قدرت اني انا اطلع من هالجوره، يعني الجرب يحطوا لي اياها اطلع فيها شوي وشوي. وكنت جاهز يوم تم الاعلان رسميا على الانتخابات النيابيه، وانا كنت يمكن اكثر واحد جاهز، لانه كنت الماكينه تبعيتي يعني الديناميك كانت بذروتها. بعدين انا استقصدت اني انا اكون بتصريحات مختلفه، ان كان متعلقه بمحارب الفساد، ان كان متعلقه بامور متعلقه بداخليه بلبنان، من مشاكل الحدود، من السلاح المقاومه، من مسائل الاحزاب المختلفه، لحتى يكون عندي وقت اني انا اقدر اشرح كل افكار. هودي رح نحكي عنه، وخلص منه رح نحكي عنه بالتصويت، رح نحكي عنه بالتفصيل. ولكن استاذ عمر، في شغله اساسيه بحب انك تعطيني جواب عليها. كيف قدرت عمر حرفوش يلي اجمالا اهل مدينتك مش كتير كانوا بيعرفوك، بيعرفوك الموسيقار ويلي جاي من عالم الازياء، كيف قدرت تفوت فيهم بهيدي الطريقه؟ وفي معيار نجاح ما فينا ننكره، وهيدا ظاهر بمهرجاناتك يلي كانت جدا حاشده، بغض النظر كيف انتهت بمشكل ولا مش بمشكل، ولكن المعيار هو الجماهير يلي بتجي بتسمع لك وبتحضر مهرجانك. كيف قدرت تخرج الشارع الطرابلسي وهو من أصعب الشوارع؟ أنا حكيت مع
قلب الناس، انا حكيت مع القلب مباشره، قلب الترابلسيين انا بعرفه لانه هيدا قلبي انا، هيدا اللي خلى العالم تحس انه انا منهم. انا بعزف بيانو وبطرابلس عزفت كتير، وشفت كل مره عزفت كيف الناس عم تطلع فيني وعيني عم تبرق، وسمعت دقات قلبهم اوقات انا عم اعزف بيانو، هالشي حافظت عليه. فانا المفتاح يلي عندي اياه هو مفتاح القلب. انا بحكي بصراحه، بحكي بالشفافيه، وانا اللي بقوله هن مش معودين عليه، بيقولوا ما صح معه حق، بس نحن مش هيك مجتمعنا. بشرح لهم انه مجتمعكم في اشياء غلط، انا كمان كنت عايش مثلكم، كنت فكر مثلكم، ولكن اتطورت، وبقول لهم لازم تتطوروا معي. هالشي صعب كتير، وانا بعترف انه طرابلس بالذات صعب جدا جدا. كان فينا اترشح بمناطق تانية بلبنان واربح بكل سهولة، ولكن انا ما بقدر ابني لبنان كاملا قبل ما انجح بطرابلس، لاني انا ابن طرابلس. نعم أستاذ عمر، مين بيدعمك بعاصمة الشمال؟ اليوم كتير أسئلة انطرحت، مين عمر حرفوش؟ كيف نزل علينا؟ مين بيدعمه؟ كيف فايت بهيدي الثقة الكبرى يلي عم بيقول أنه أنا رح أعمل رئيس حكومة، وعم بيقول لهم لكل البيوتات السياسية وجهابسة وعتعيت السياسة في المدينة رح حبسكن كمان أحطكن بالحبوسة، مين بيدعمك؟ في كتير هون علامات استفهام انطرحت، مين الدول؟ مين أجهزة المخابرات؟ من أنت عمر؟ أنا لوحدي وما معي حدا. الحقيقة أنا أكثر الناس اللي عاشروني واللي قربوا معي علي من وقت مشروع نحن طرابلس اللي عملها المغتربين بيعرفوا أنه أنا وحيد. حتى إذا بتشوفي على صفحاتي على الفيسبوك بيجي علي جيوش إلكترونية، أنا بدافع عن نفسي، واضح للكل أنه أنا ما عندي حدا. هلأ بالنسبة لإشاعات أنه مخابرات دولية، ساعة بسمع مخابرات فرنسية، ساعة بسمع مخابرات إيرانية، ساعة سورية، ساعة هلأ أجدد شيء صهيونية. أنا إذا بدي رد على الكل أنا بضيع، يعني أنا ببقى أعرف أنا مع مين. ولكن الحقيقة مش مع حدا أبدا، لا، لأنه أنا رافض للتدخل الإيراني بلبنان، أنا رافض للتدخل الفرنسي بلبنان اللي طلع تدخل لمصلحة، لأنه رئيس فرنسا عمل كل شيء حتى صديقه الفرنسي سعاد يربح بإعادة أعمار مرفق بيروت بدون أي مناقصة. أنا ضد التدخل الإسرائيلي بلبنان، وأنا مع انسحابهم من المناطق اللي بعدهم موجودين فيها، وأنا ضد التدخل السوري بلبنان. أنا لبناني ولبناني فقط، وهيدا الشيء يلي اللبنانيين مش عم يقدروا يفهموه، لأنه من أيام فخر الدين لليوم كل لبناني اشتغل بالسياسة في وراء دولة عم دعمته أو وراء دولة حميته. صحيح. فخر الدين كان دعمه البابا وفلورنسا الميديتشي. ما سألت حالك أستاذ عمر أنه مدام لبنان كل عمره وكل تاريخه مركب بهاي الطريقة الغلط، ما جيت قلت أنه خي مين أنا عمر حرفوش اللي بدي إجي غير منظومة هيدا البلد من العشرينات لهلأ؟ يعني أنه كيف؟ يعني أنت ببلد عم تطرح دولة مدنية، عم تطرح دولة مدنية ببلد بعد ما تقبل الزواج المدني. أنا بعتقد أن الدولة المدنية والزواج المدني هن الطريق الصح لإنقاذ لبنان. الزواج المدني هو اللي رح يلغي الطائفية من عقول الناس ومن النظام يلي موجود فيه. وأنا وقت بحكي بالزواج المدني أنا مش ضد أنه الناس تزوج بالكنيسة أو بالجامعة، أنا مع أنه القوانين تكون متساوية، قوانين الزواج، قوانين الطلاق، قوانين الوراثة، وقوانين الحضانة عند كل اللبنانيين. مش أنه واحد بحق له يورث بناته وواحد ما بحق له يورث بناته. فإذا نحن ما كان عندنا قانون العائلة، يعني الأحوال الشخصية إذا ما كان متساوي، فكل القانون بلبنان كليته غير متساوي، ومش ممكن نحن نحترم القانون بحياتنا. ممتاز. أنا عم حط إصبعي على المشاكل يلي كل لبناني بيعترف فيها، يلي هي الطائفية، يلي هي الفساد، يلي هي التسلط الديني على لبنان، التدخل الدين حتى بالسياسة. يعني مثلا حدا ملاحق بانفجار بيروت بقولوا هيدا، بيطلع لك المفتي بيقول لك هذا خط أحمر، أو بيطلع البطرك بيقول هذا خط أحمر. واحد ملاحق من كل
دول العالم بتهريب اموال وتبييض اموال بتطلع بكركي بتقول هذا خط احمر. طيب نحن امتى بده يصير في عنا عدل وعداله؟ اذا متحكمه فينا الطائفيه. فبالنسبه لي انا الرساله عم وصلها، صار 3 اشهر عم بحكي بالموضوع، اكثر اللبنانيين صاروا بيعرفوا بالافكار، انا بوصلني رسائل بالمئات، الناس مقتنعين وبدهم التغيير والدو بدهم الدوله المدنيه وبدهم الزواج المدني. ولكن هالامور حتى نقدر نوصلها لازم انا فوت على المجلس النيابي ولازم صير بسدد الحكم لحتى اقدر بالفعل اعمل برنامج متكامل لتغيير الأحوال الشخصية، لتغيير النظام الاقتصادي، لدمج البنوك، لمحاربة الفساد، لتعيين قاضي فساد مستقل عن سلطة الدولة، لحتى يصير في انتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب، لحتى يكون عندنا برلمان منتخب مباشرة من الشعب، ولحتى يكون المرأة عندها نفس الحقوق مثل الرجل ويكون عندها حق بحضانة أولادها. يعني بس المفارقة حضرتك عم تقولي لي إنه أنا بلك أني نازل من كوكب تاني وحضرتك أم، أنا ما بعرف إذا أنت أم أو 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 مش أم، ولكن تعرفي أنه الأم مهم بالنسبة لها كثير أنها تحتضن أولادها إذا بحالة طلاق. عندنا بلبنان المرأة الأم لا يحق لها الحضانة، فنحن دولة متخلفة، نحن دولة من العصر الحجري. نعم بس هيدا كيف ممكن أنت تدافعي وتقولي أنه أنا الغلط والعالم هي معها؟ ما حدا عم بيقول انت الغلط، عم بيقول انه اكيد الطروحات اللي عم تطرحها هي طروحات كتير مهمه، بس بمجتمع وببلد مثل لبنان في صعوبه انه تجي تنزل هيك فجاه تلاقي انه هذا التغيير حصل، لانه نحن بازمه حقيقيه بالبلد على كل الصعد، والاهم هو انه في عنا ازمه قوانين باليه هي بحاجه لتغيير. اللي عم تطرحه كتير مهم وكتير اساسي استاذ عمر، بس هيدا ما فيك تعمله لحالك، بدك تعمله مع مجموعه، بدك تحط ايدك بايد مجموعه. انت شخص من حيث تدري او لا تدري كثره الشفافيه اللي عندك، ولانك ما بتلبس كفوفه، ولانك بتقول الاشياء مثل ما هي، خلتك جمعت بمحيطك كثير من الاعداء. انت الكل خصومك، كلهم اخصامك لحالك. طيب كيف بدك تقدر تعمل هيدا الشيء لحاله وخالق حولك عداوات كبيره؟ ما فيك تعمل إصلاحات إلا ما تخلق عدوات، ما فيك تحارب الفساد إلا ما يصير عندك أعداء وأعداء قوية، وخصوصا الفاسدين بلبنان مليارديرية. أنا متعود صار لي سنة ونص عم حارب الفساد ونجحنا بتجميد أموال فاسدة للبنانيين بسويسرا وبفرنسا وقريبا بموناكو. هودي ناس متضررين وطبعا عم بحاربوني، ولكن اللي عم بحاربوني حتى الفريق المقرب مني اللي عم بحاربوني لأنه مش عم يحترموا المبادئ اللي أنا عندي إياها. عم بحارب حتى أوقات أعضاء اللائحة يلي فاتوا على اللائحة بطمع بأنه يربحوا يمكن مبلغ معين أو أنه يحصلوا على شيء شخصي لألهم. ولكن أنا شخصيا بشفافيتي عم شل كل الأمور وعم أعمل طريقة كتير كتير سهلة. اللبنانيين كلهم عم يفهموا شو عم أعمل، لأنه عم أعترف وقت بغلط، عم أقول وين المشكلة وعم أشرح كيف حلها. نعم. طيب استاذ عمر، انت لا تختلف عن غيرك بالنسبه لبعض الطرابلسيين، في ناس اقتنعت فيك في ناس لا، انه ايه جايينا كانه المدينه ناقصها مليارديريه، جايينا ملياردير جديد يرش مصاري على العالم ويجرب يجمع اكبر كميه اصوات، علما انك قلت يعني توجهت للاشخاص يلي بيقبضوا يلي بيبيعوا أصواتهم، قلت لهم أنه الأموال التي ستحصلون عليها هذه المرة في الانتخابات ستكون أقل بكثير من المرات الفائتة، والأموال التي تأخذونها هي أموالكم، لا تطالبوا بأقل من $1,000 على الصوت، وعندما تحصلون عليها صوتوا لي وللتغيير. يعني كأنه عم تعمل حملتك من جيبة غيرك. أول شيء لما بتقول لهم خذوا مصاري، ما بتكون عم بتشجعهم على عملية بيع الصوت؟ انه عم بتشجعهم انه يبيعوا صوتهم. رئيس جمهورية اعلن رئيس جمهورية اعلن انه هالشيء عادي، ورئيس الحكومة على تلفزيون لبنان قال قديش هو مبسوط انه عم بتفوت اموال لشراء الاصوات. حلو، راجعي الانترفيوين اللي عملوهم اثنيناتهم بتلاقي انه اثنيناتهم شجعوا على بيع الاصوات. انه ايه رئيس الحكومة قالت له المذيعة والمذيعة بسكر قالت سألوه انه حيصير في شراء اصوات، قال لهم الناس جيعانة ومنيح انه في اموال عم بتفوت، وشرح لانه بالنهار صار عم يفوت 15 مليون لانه في انتخابات، يعني انه هذا شيء كتير منيح للسياحة.
أنا رح إذا ممكن أقدر أوضح وجهة نظري بالنسبة لهذا الموضوع. تفضل. أنا بفترض أنه شراء الأصوات هيدا فساد وهيدا شراء الضمير. تاني شيء بأن وقت أنا قلت خدوا $1,000 من اللي راح أعطيكم مصاري لأنه هودي الناس سرقولكم أموالكم بالبنوك. هاي الأموال اللي بدنا نعطونهم منين؟ هو أموال سرقوها بمليارات وعم بيوزعوها، عم يوزعوا 1% منها، وعم قلهم بعدين صوتوا لي لألي لأنه الصوت لألي رح يغير لكم حياتكم، بينما إذا صورتوا لألهم زيتهم رح يضلوا يزلوكم ورح تفقروا أكثر من قبل، ورح مش رح تشوفون ومش رح تشوفوا أي تغيير من هلأ لأربع سنين. بس انت عمر حرفوش ما عم تدفع مصاري، ما عم تشتري اصوات. اليوم يقال انه بمكاتبك عم بيصير في طوابير، ناس عم تجي تعرض اصواتها للبيع، عم تشتروا هالاصوات ولا لا؟ اكثر الناس عم تجيب، عم تجرب تجي تبيع صوتها، وانا بقدر ارجيكي متعرفيني انا بقدر دائما طلع دلائل، بقدر ارجيكي المراسلات وقت الناس بيكتبوا لي بيقولوا نحن عندنا 200 صوت ونحن عندنا كذا، بقول لهم روحوا صوتوا ال 200 صوت، ليش عم تحكوا معي؟ باي دوله بالعالم العالم تحكي مع المرشح تقول له انا بدي صوت لك وعندي هالقد، بدكم صوتوا لي صوتوا لي منكم لوحدهم. هيدا انا حديثي مع الناس. بالنسبه للماكينه صار لي 3-4 أيام بسمع أخبار شي سرق الأموال، شي صرفنا $100,000 على مهرجان. ما أنا بعرف قديش أنا حاطط كابيتال، قديش حاطط الرسمال تبع الحملة. الأرقام اللي عم بيقولوها خيالية مش مزبوطة، يعني كل الوقت إشاعات لحتى تشتيت أفكارنا وعملنا وإحراجنا وكليته كذب. طيب بس اليوم في حملات إعلانية عم نشوفها على الطرقات، في بيلبوردز، في حلقات تلفزيونية، في مهرجانات كبيرة، يعني مبين أنه في صرف. هلأ عند البعض أو بالسقوف القانونية في سقف قانوني للموضوع، بس يقال أنه أو خصومك السياسيين بيعتبروا أن عمر حرفوش تخطى كثيرا السقوف القانونية للإنفاق الانتخابي، وهيدا سيشكل مادة طعن في حال تمكن من الحصول على حاصل والوصول إلى البرلمان. يعني أنت قلت السؤال وجاوب نفس الجملة. أنا إذا ربحت الانتخابات وإن شاء الله بربح الانتخابات ويمكن أربح الانتخابات وأكيد رح أنت أربح الانتخابات. هاي أول مرة بتاريخ انتخابات لبنان بيعلنوا قبل ما يصير في اي خطا بالحمله الانتخابيه وقبل اي تحقيق بيعلنوا انه هن بدهم يعملوا طعن. يعني هن جربوا كل الامكانيات لحتى يفشلوني، اتهموني بكل الاتهامات ورشوا كل الناس حولي حتى يتخلوا عن اللائحه وهيك، وهلا محضرين انه انا بصير نائب وفوت على البرلمان بدهم يعملوا طعن. انا اللي بدي اكد لك اياه انه انا على البيلبوردز عندي، لانه نحن كمان استفسرنا على الموضوع، انا عندي اقل بكثير من ميشيل معوض، عندي اقل بكثير من القوات اللبنانيه، عندي اقل بكثير من الكتائب، عندي اقل بكثير من سوا، عندي اقل بكثير من اراده وطن، عندي اقل كثير تقريبا انا اقل واحد، ولكن انا الوحيد اللي عم نحكي بالبيلبوردز. ليش انت معتبر انه في حرب كونيه عليك؟ لأنه أولاً أنا حطيت البيلبوردات بالأماكن يلي عملت ضجة إعلامية عن قصد، طريق المطار، لأنه عن طريق بيروت المطار لبيروت. أيوة أوكي. ليه؟ شو قالك شغل بهالمناطق؟ بيروت لا جزء ما في بيروت، يعني الدورة دورة هاي المناطق كارانتينا. هاي الدورة هاي إعلان الحلقة معكم، هاي التلفزيون جديد كان في قبل على الجمهورية الثالثة، وبعدين يعني عندك بطرابلس. اي لانه كنا وقت الجمهورية وقت إعلان الجمهورية الثالثة كان عندي ضيوف أجانب وحطينا على الطريق لحديث المكان يلي اوكي، بس هذا كان جمعة زمان. بس انت عمر حرفوش شو إلك شغل مادياً؟ شو إلك شغل على طريق المطار؟ هيدا يلي أوحى لخصومك السياسيين واستعملوا سلاح ضدك انه انت محمي من حزب الله ومدعوم من حزب الله. شو هالاستفزاز؟ شو هالحب الاستفزاز اللي عندك اياه؟ يعني انا اللي انت عم تقوليه هو النجاح، الفكره اللي انا بلشت فيها انه انا احسن حط 3 بيلبوردز باماكن حساسه واصرف عليهم قليل، ولا اصرف اكثر بكثير بمكان مش راح حدا ينتبه عليه. يعني هيدي يعني هيدي لعبه، هيدي لعبه استراتيجيه اعلاميه، استراتيجيه اعلاميه.
يعني بهالكم بالبورد حطيتهم على طريق اوكي بهالكم بالبورد حطيتهم على طريق المطار عملوا دعايه لإلك قد 2000 بالبورد محطوطين بغير محل يعني رهيب. فكل الاعلام يلي حكى عن هالافيشات انا ماني دافع حقه. انتوا عم تفترضوا انه انا عم مول كل هيدي الاخبار. هلا انا علقت افيش بمحل جنه العالم فيه وعملوا لي دعايه ببلاش وكل شيء عم بعمله تقريبا نفس الشيء. يعني انا هعطيكي مثل، انا اليوم ليش موجود مع سمر ابو خليل باهم حلقه وتقريبا بدقائق او ساعات قبل الصمت الانتخابي؟ لاني نجحت اعلاميا بكل حملتي الانتخابيه، واليوم اللي هو اللقاء بيني وبينك هو تقريبا لقاء عمالقه، يعني العملاقه الاعلاميه سمر ابو خليل لا والعملاق عمر حرفوش المرشح على الانتخابات. لا والدليل انا مش عملاقه، انا اعلامي. انت بدك تعملق حالك الطفل. انت بدك تعملق حالك، هيدي مشكلتك. انا لا اجري على الارض. ايه انا شو هيدا تعبير لحتى اقول انه طبعا كل تلفزيونات العالم بفتشوا عن شيء اسمه البرايم تايم. يعني انت تشخصي انه انا انسان مضجر، قد ما اجي ادفع لك او ادفع للجديد مش رح تخلوا لي اطلع باهم حلقه يلي وحلقه خاصه على الجديد. يعني انا متاكد 100% وانه في وانتم اللي طلبتوا اني انا اطلع عندكم بهذا الوقت بالذات، وانا بكل رحب صدر قبلت لانه هيدا الدليل انه انا حملتي الانتخابيه ناجحة، ولأنه في رغبة من المشاهدين يسمعوني أكثر وأقدر طلع عليهم أكثر. على كل حال على هالشيء لحتى مناسبة لي حتى أحكي مع الناخبين لحتى الناس تسمعك أكثر وتعرف أكثر عن الجمهورية الثالثة. رح نروح على بريك ومن بعد
فيكم من جديد مشاهدينا، ومرحب فيك أستاذ عمر حرفوش من جديد. خلينا ندخل مباشرة إلى مشروعك وبرنامجك يلي هو الجمهورية الثالثة. هذه الجمهورية يلي بحسب تفصيلها ربما كل لبناني بيحلم أنه يوصل إلى هذه الجمهورية، وربما الرابعة والخامسة والسادسة ونتطور مع الوقت، لأنه واقف عنا الوقت على الاستقلال من أيام الاستقلال عمليا. مشروع حلو ولكن خيال تنفيذه وربما مستحيل تنفيذه. طائفية كتير، نحن بلد طائفي، بلد خالي من القوانين، بلد بيشرع كل واحد بفصل القوانين على قياسه. حتى قانون الانتخاب اللي عم ننتخب عليه هلأ هو قانون لا يشبه الديمقراطية بشيء. فأين أي جمهورية ثالثة تتحدث؟ عم بتحدث عن جمهورية ثالثة يلي منا بالخيال أبدا ولا حلم. الجمهورية ثالثة ممكن بلش فيها ابتداء من التنين الجاي إذا أنا نجحت وبدي أنجح ورح أنجح بالانتخابات. هيدا أهين شيء ممكن حنقدر نعمله، أهين من جلب الكهرباء وأهين من الانترنت وأهين من أنه نعمل نجيب استثمارات أجنبية. ليش؟ لأنه متعلق فينا نحن شخصيا. إذا رئيس جمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان ثلاث انستيتيوشن إذا قرروا أنه يعملوا جمهورية ثالثة بيصير في جمهورية ثالثة. إذا أنا كنت نائب البرلمان وراح اقترح هذا البرنامج بالبرلمان وهذا القانون الجديد او الدستور الجديد بتمشي بكل سهوله. اذا انا كنت رئيس حكومه لبنان بعملها بست شهور جمهوريه لبنان الثالثه. ليش هي هينه؟ لان منا لازم لها تمويل، لازم لها بس قرار، لازم لها يكون في اشخاص وطنيين، لازم يكون في ناس عم بيقولوا انا، ينسوا الانا تبعهم يقولوا الوطن ولبنان. هينه لدرجه انه بيكفي انه رئيس الجمهوريه اليوم بيقول اوكي بنمشي بجمهوريه لبنان الثالثه. نحن وصلنا لطريق مسدود، لازم نغير القوانين، الدستور ما عاد فينا نعدله، لازم نغيره. نحن بدولة متطورة، اليوم كل الكرة الأرضية عايشة على الفيسبوك، على وسائل التواصل الاجتماعي، شايفين انه شو عم بيصير برا، بدنا نعمل مثلهم. دبي كانت صحراء، من الصحراء بكذا سنة عملوا منا أهم مدينة بالعالم. نحن لبنان يلي بنحكي انه نحن أذكى شعب بالعالم، ممكن ندل لهالدرجة أغبى شعب بالعالم ومش قادرين ان نحن ننجح بتغيير قوانين ما فيها منا؟ انتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب هالقد صعب يصير الاتفاق عليها؟ انتخابات عابرة للطوائف هالقد صعب يصير؟ يلي كان صعب بس هو يا استاذ عمر، استاذ عمر هي المشكلة. سوري سمر بليز هالنقطة، بليز هالنقطة. اي عبقري اخترع قانون انتخابي بيمنع اي وجه جديد يوصل على 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 مجلس النواب؟ هيدا اكبر عبقري، يعني ولا اينشتاين كان قدر اخترعه. كان يعني اللي عمله اصعب شيء عمله لبنان هو القانون الانتخابي اللبناني. ما بيقدر يعمل شيء اسهل منه؟ انه اللي بده يترشح يترشح، واللي بده يصوت بلبنان يصوت للمرشح تبعه. طيب بس هي القصه قصه اراده يا استاذ عمر، قصه اراده، ما بدهم ومش صعب. ايه هو هيك، بس هني ما بدهم، يعني الاغلبيه ما بدهم. انت عم تقول رح اوصل ورح اطرح وهالقد واثق من حالك، بعد شوي رح تقول لي حاعمل رئيس جمهوريه لو رئيس الجمهوريه مش مارونه، يعني كنت بتعمل رئيس جمهوريه كمان. ولكن انت بدك، بس برجع بقول لك ايد لحالها ما بتزقف. شو رح تعمل بين كل هذه الطغمة الحاكمة يلي رح تكون محيطة فيك ويلي ما بدها؟ سمر انت فكرك انه بتقولي انه لو انه لو قصة شوي لو انك ماروني كنت تعمل رئيس جمهوري، يعني مثل كأنه كيون ماروني هيدي يعني كفاءة عندي، هذا ديبلوم، هيدا شرف اني انا اكون ماروني؟ لا لو سمحت، لو سمحت نحن بنحترم. عم بقول لا يلي حضرتك قلت لي اياه بيختصر، يلي حضرتك قلت لي اياه هو بيختصر المشكله اللبنانيه بالكامل. انا عمر حرفوش ما بحق لي فكر او احلم او يكون عندي طموح صير رئيس لبنان لاني غير ماروني، لاني غير كفوء. ممتاز، مشان هيك جاي تعمل الجمهوريه الثالثه. لاني انا اصغر، لاني انا غير كفوء، اصغر ماروني لبنان اليوم احسن من عمر حرفوش. هيدا اللي انت قلتي لي اياه. لا مش صحيح. حضرتك قلتي لي هيدا اللي انت قلتي. طبعا ما هيك قصدك. حضرتك طبعا مش هيك قصدك. اوكي، بس اللي هيدا اللي انت بدك تستغله لتوصل مساجك وما عندي مانع. لا 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 لا، انا بسمع كل شيء. انا الفرق بيني وبين غيري انه الكل كلمه لها معنى، وكل معنى له حكايه، وكل حكايه بتبني ممكن وطن. يلي انت عم تقولي لي اياه مش انت سمر،
شخصيا اللي عم تقوليه، هيدا اللي كل لبنان فكر فيه، انه احنا درجات. انا مني لدرجه سيء قولي، مثل ما قالوا لي انت خلقان بعكار ومش لدرجه انك ومنك بمستوى، وانت خلقان انت من عكار وانت منك بمستوى تكون نائب عن طرابلس. قالوا لي اياها كمان، وبكره ببيروت بقولوا لي انت نائب طرابلس ومنك بمستوى انك تكون بالبرلمان اللي موجود ببيروت. هيدا العنصريه الاجتماعيه والعنصريه الطائفيه والطبقات انا ضده وانا بدي الغيها. انا موجود اليوم مش بس حتى صير نائب، انا موجود لحتى الغي التفكير الطبقي والتفكير الطائفي والتفكير الرجعي من عقول كل الناس. واذا انا نجحت معك سمر، لان شفتك عم تتراجع عن الجمله اللي قلتيها، اذا انا نجحت لا 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 لحظه انا ما بتراجع عن شيء، واعترفتي انه اللي قلتيه عنصري، واعترفتي انه اللي قلتيه عنصري، انا بكون ربحت ربع الطريق. خلصت؟ ما تكلي راسي. لا ما فيك تكلي راسي، انا بحياتي ما بقول كلام عنصري وماني بمحل الدفاع عن حالي. انا قلت انه قد ما انك واثق بحالك انك رح توصل على البرلمان ورح تعمل رئيس حكومه، بعد شوي رح تقلي رح اعمل رئيس جمهوريه، علما انه الطائفيه تمنع ذلك. هل قد معياره ما تعمل لي منها خبريه يعني؟ لا خلينا نكفي حديثنا، خلينا نكفي حديثنا بالمهم. اللبنانيين والناخبين منهم اغبياء، سمعوا الجمله اللي انت قلتيها وسمعوا الرد اللي انا قلته. فيك تجمليها وتطلعيها، بكل الاحوال الحكم هو الناخب. طيب والحكم هو اللبناني. وانا بفترض انه انا نهار الاحد عم بعمل استفتاء، نهار الاحد عم بعمل استفتاء شخصي، عم اطلب من الاهل طرابلس يقولوا اذا هن بدهم عمر حرفوش يكمل بمشروع الجمهوريه اللبنانيه او لا. اذا انا نجحت يعني كل لبنان رح يتغير، وجه كل لبنان رح يتغير، وبدءا من طرابلس، لانه طرابلس هي الاصل بلبنان وهي اصل الثوره وهي عروس الثوره. وانا كطرابلسي رح اطلع يوم اللي بدي اربح، اول مره بدي اروح فيها على مجلس النواب، بدي اروح مشي من طرابلس على ساحه النجمه، ويلي حابب يمشي معي من اهل طرابلس مين ما كان يكون من اي اعمار اهلا وسهلا فيهم، بس انا حروح مشي من طرابلس على 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 بيروت، لانه طرابلس مقطوعه عن لبنان جغرافيا وفكريا وثقافيا وعقليا ومرفوضه من كل لبنان. انا لازم اني انا اربح هذه الانتخابات، لانه هذه الانتخابات معناتها تغيير وجه لبنان. اذا عمر حرفوش نجح معناتها نحن فتنا بعصر جديد اللي هو عصر الجمهوريه اللبنانيه الثالثه، اذا عمر حرفوش فشل معناتها ربحت المنظومه وربحوا الفاسدين وربح الكارتيل وربحوا السرائين اللي سرقوا المصاري تبع الناس، ومعناتها انه هودي اللبنانيين يلي انسرقوا ورجعوا بيسوا ايد وصوتوا لشخص يلي سرقهم ويلي ذلهم ويلي خلوا ابنائهم يموتوا على ابواب المستشفيات ويلي خلوا اولادهم يغرقوا بالبشخاتير عم تروح من المينا. ان شاء الله تنجح، وان شاء الله عن جد تقدر تفرض هذه العقليه داخل البرلمان، ولكن هذه الحقيقه المره هي انه ما راح يخلوك، بدك تشوف شو بدك تعمل. على كل حال، في جزء من نجاحك هو مبني على علاقاتك الدبلوماسيه، على علاقاتك بالخارج، وانا بعرف انه في معلومات قراناها انه في كثير دول مستعده تساعد لبنان اذا وصل عمر حرفوش على الندوه البرلمانيه. رح نشوف شوي جزء من جولاتك اللبنانيه والعربيه والدوليه ونرجع نحكي بالموضوع. على الرغم من أنه مرشح في دائرة الشمال الثانية، كان صور المرشح عمر حرفوش مزروعة على طريق المطار وفي قلب العاصمة بيروت. زار حرفوش الضاحية الجنوبية من دون مرافقة، وتمشى في طرقاتها كسائح عادي، وكلم شبابها، ولم يرى أي شخص حاملا للسلاح، كما كتب ووثق ذلك بالصوت والصورة عبر صفحته على فيسبوك. وجد البعض في تلك الزيارة فرصة للتصويب على المرشح طرابلسي، فيما صوب آخرون على حجم إنفاقه الانتخابي الكبير. وعلى عكس الزعامات التقليدية، كان عمر حرفوش أول مرشح يزور سوق الأحد الشعبي في طرابلس، والتقى أصحاب البسطات والمواطنين واستمع إلى مشكلاتهم ومعاناتهم، شارحا لهم مشروعه السياسي والاقتصادي وخطته الإنمائية لأكثر المدن فقرا على حوض المتوسط. أما في جولاته الخارجية، فقد اصطحب حرفوش معه القاضي غادعون إلى باريس لتلقي محاضرة في قاعة
بمجلس الشيوخ الفرنسي عن مكافحة الفساد في لبنان، وأطلق من هناك مبادرة استعادة الأموال المنهوبة، متوعدا بزج سياسيي لبنان جنبا إلى جنب في زنزانة واحدة. ووجهت انتقادات كثيرة إلى المدعي العام لجبل لبنان بعد الظهور إلى جانب حرفوش الذي وصف بالعرض الإعلامية. ومن باريس إلى روما، حيث التقى عمر حرفوش هناك المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ممثلة في القاضية الإيطالية سيمونيتا ماتون في روما، واتفقا على الإعداد لمؤتمر أوروبي كبير للتعاون لمكافحة الجريمة المنظمة في بيروت بعد الانتخابات النيابية. أما عربيا، فأجرى حرفوش زيارة إلى المملكة العربية السعودية. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Merci pour votre accueil. وصلت جولة حرفوش إلى حاضرة الفاتيكان، فالتقى هناك الكاردينال فرانشيسكو ماركو نيكولا مونتيريزي الذي أعرب عن محبته للبنان وقال لحرفوش: سأحملكم في صلواتي. رئيس لائحة الجمهورية الثالثة اصطحب القاضي الفرنسي الشهير شارل برات وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غولي إلى لبنان، واجتمعوا معا في زيارة إلى القصر الجمهوري في بعبدة، وتباحثوا فيها بملف محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بمساعدة الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة أطلقها حرفوش قبل سنوات. سمع عمر حرفوش على جواز سفره اللبناني في مؤتمر لمحاربة الفساد بأن يبقى ساعيا وراء الأموال المنهوبة حتى إعادتها إلى لبنان، ويرى أن ذلك ممكن من خلال القضاء الفرنسي والأوروبي. تعهد في المؤتمر التأسيسي للجمهورية اللبنانية الثالثة بالاهتمام بدور المرأة اللبنانية وضمان حقوقها المتساوية مع حق الرجل، ويرى أن الجمهورية الأولى للبنان كانت مع انتهاء الانتداب الفرنسي، والثانية كانت مع مؤتمر الطائف، وبدوره أطلق حرفوش الجمهورية اللبنانية الثالثة. عمر حرفوش، كيف سترد الأموال المنهوبة وكيف ستحاسب أو تواجه المافيا يلي هي من أعتى المافيات في العالم؟ أنا عم واجه المافيا يوميا، إنه هالشيء كل اللبنانيين صاروا شايفينه. ما عاد سر إنه المافيا عم تواجهني بكل الوسائل، إن كان بطرابلس ولا بلبنان، ولا حتى كان عندي أوقات يبقى مواعيد مهمة يتصلوا من مراكز مهمة بلبنان يقولوا بليز ما استقبلوا عمر حرفوش لأنه خايفين. كيف سأستعيد الأموال المنهوبة؟ الموضوع صار أهين بكثير من قبل. ليش؟ لأنه في اليوم 4 دول أوروبيين عم بيلاحقوا، بسموه فولو ذا ماني، يعني الحق الأموال، عم بيلاحقوا 6 مليار اللي طلعوا من لبنان وتوزعوا على أماكن مختلفة للبنانيين، وصاروا تقريبا عارفين السيركوي، يعني عارفين كيف طلعت المصاري وامتى طلعت وين وصلت. فضل بس هي البروسيدور، يعني فضل انه نحن نقدر نلاقي تماما مين المستفيد النهائي منها. وما بخفي عنك انه من يومين كانت القاضية أود بوغوزي اللي هي اليوم ماسكة اهم ملف ضد الفساد بفرنسا، واللي هي عطت امر بتجميد املاك ب 130 مليون لخمس أشخاص من عائلة واحدة، 5 أفراد من عائلة واحدة، كانت ببيروت وعم تحقق، والموضوع تقريبا سري، ما كان حدا معها خبر، بس هي كانت وكان معها مساعدين والتقت مع الناس وجربت تلتقي مع الأشخاص يلي متهمين. فالموضوع صار سهل. فضل شغلة واحدة، أنه لبنان يشارك الغرب ويساعد الغرب قضائيا، يلي هذا لبنان لليوم هيدا رغضه. كيف شايفه لبنان سهل؟ يمنع القاضي تمنوع، كيف شايفه سهل هيدا الشيء؟ نحن مش شايفينه سهل. إذا أنا نائب البرلمان أنا بضمن إنه هالشي يصير. إذا أنا بس هيدا مش تدخل بعمل القضاء اللبناني، أنا بضمن هالشي يصير. أنت مش عم تدخل القضاء اللبناني. أنا بقدر أقول لك لازم يكون مدام
انا عم اجرب اني انا اجيب العداله للشعب اللبناني، انت عم تقولي لي هذا تدخل بالقضاء اللبناني. القضاء اللبناني لازم طبعا نتدخل فيه لحتى نهزه، لحتى يشتغل، لحتى نهزه. بتعرفي وقت بتشيب بتمسكي شجره بتهزيها بقوم بيوقع كل فويك المنزوعه منها، هيك لازم نعمل بالقضاء، لازم نغيره، لانه في قضاة عم يمنعوا قضاة اخرين من العمل، عم يتهموهم زورا وبدهم يعملوا لهم مجالس تاديبيه، ما العالم ما معهم حق يعملوها. اليوم نحن بنشتكي، وبالروبورتاج انا شفته اللي هلا حطيتوه واللي انت قصدك تقولي، انه نحن بنعترض انه في قاضي او قاضيه تنقول بطله لبنانيه سافرت على مجلس الشيوخ الفرنسي اللي هو من اعرق برلمانات بالعالم، لحتى الأجانب والمسؤولين الأجانب والسفراء، سبع سفراء كانوا قاعدين بجلسة وزقفوا لها وقوفا لحتى تحكي لهم عن الوضع بلبنان وتشكي لهم أنه القضاء اللبناني بيمنع القضاة اللبنانيين أنه يتعاملوا مع القضاة الأجانب، ونحن بنعترض على هالشيء، بنقول هذا تدخل. بالعكس، نحن لازم نزقف، نحن لازم نوقف قدام القاضي ويكونوا اثنين وثلاثة ويصيروا عشرة ويصيروا عشرين قاضي مثل القاضي غادعون، ساعتها نحن بنقدر ننقذ لبنان. أنا اللي بدي أقول لك إياه، أنت بتشخص انه انا نهار التنين نائب بالبرلمان اللبناني، تتشخصي الرعب والخوف اللي حيسيطر على اكثر الناس اللي عارفين انه انا ماسك الملفات وعم ادعمها، بقول لك هيدا بدون صفه رسميه قادر يروح على الفاتيكان ويروح على يلتقي مع قضاة من بيناتهم القاضيه اللي ارجتوها بالروبورتاج اللي هي اشهر قاضيه لمكافحه الجريمه المنظمه. نحن عندنا بلبنان الجريمه منظمه، نعم. جريمه سرقه اللبنانيين، نعم. بقول لك هيدا اذا منه النائب ما عنده أي صفة رسمية كمواطن لبناني عملتها، بس كيف شو رح يصير إذا صار نائب أو صار وزير أو صار رئيس وزراء؟ هاي نهايتهم. عمر حرفوش بالبرلمان اللبناني يعني بداية نهاية الفاسدين في لبنان. هيدا اللي رعبهم، هيدا اللي مخوفهم، وهيدا اللي عم يخلوا يطلعوا علي إشاعات. أنا في على إشاعة وبتغدى على إشاعة وبتعشى على إشاعة وبنام قبل ما نام إسا إشاعة إسا أكثر من غيرها. لو هالعالم اللي عم يخترعوا علي إشاعات يسعوا لإنقاذ لبنان، لبنان كان من زمان كان بأحسن وضع لقلوه. نعم. كل التفكير وكل العباقرة كليتهم شغلتهم اليوم كيف يدمروا عمر حرفوش وكيف يمنعوا يدخل مجلس النواب. نحن عم ننتهي لأنهم عارفين أنه إذا عمر حرفوش فات على مجلس النواب كليتهم رح يفوتوا على زنزانة واحدة، وأنا مصر على هالشي، ورح أعمل فيهم مثل ما عمل محمد بن سلمان بالسعودية، رح حطهم كليتهم بغرفة واحدة ومش رح يطلعوا منها إلا ما يتنازلوا عن كل شيء أخذوه من الشعب اللبناني ويردوه لكل اللبنانيين فردا فردا. قلت لك مرة بحلقة الله يعطيني ربع ثقتك بنفسك، جميلة جدا هذه الثقة بالنفس. طيب إذا صار نهار التنين وفات عمر حرفوش على مجلس النواب، هون بدي منك أجوبة سريعة كلمة كلمة لأنه عم يخلص الوقت، مين بينتخب عمر حرفوش رئيس مجلس؟ حقلك إياها بكل صراحة، أكيد مش رئيس المجلس النيابي اللي يلي موجود، وإذا ترشح بتكون فضيحة. ما بتنتخب نبيه بري يعني؟ مستحيل. مين رئيس جمهورية مستحيل. لبنان المقبل بالنسبة لعمر حرفوش؟ اليوم في الأمريكان بدهم ميشيل معوض، الفرنسيين بدهم سامي جميل، الحزب بده يا سامين فرنجي يا جبران باسيل، عمر حرفوش مين بده؟ هذا المطروح ما هيك؟ عمر حرفوش مين يعني بده؟ وفي واحد هو بده، وفي واحد هو بده سمير جعجع. اوكي، انت مين بدك؟ مين بتأيد؟ انا بدي يكون حيل لواحد. مين بتأيد من يلي طرح؟ حيل لواحد نضيف يترشح من يلي هول موجودين. بقدر اقول لك انا بالنسبه لك عمر حرفوش بالدرجات مين احسن واحد فيهم؟ ايه مين؟ ومين اضرب واحد فيهم؟ بس بصير عندي مشاكل كثير مشان هيك ما حقول لك اياها، ما حقول لك. اوكي، مع حكومه سياسيه لانه بتمنى من قلبي، بتمنى من قلبي انه ما يترشحوا. حلو، هذا جواب، خلاص هذا جواب يعني ما حدا منهم. عمر حرفوش مع حكومه سياسيه ولا مع حكومه تكنوقراط لاداره الملف الاقتصادي وملف الفساد المالي؟ اليوم يعني شفنا انه تكنوقراط يعني سياسيين. انا مع حكومه شفافه ممن كان يكون، يعني انا تنفترض اذا انا رئيس وزراء ما بتفرق معي اذا كان عندي الوزراء من احزاب معينه، المهم يكونوا كفؤين. اذا انا عندي برنامج اصلاحي وهن ما مشوا فيه بشفافيه كامله بقول له يا اخي انت فاشل، طلع برا وحجيب واحد ثاني محلك، او بقول له الحزب اعطيني واحد ثاني. ولكن الفرق بيني وبين غيري انه كل اجتماعات الوزراء رؤساء الوزراء، كل اجتماعات الوزراء راح تكون متلفزه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حتى كل
لبناني يشوف بعينه أنه كل شيء عم بيصير بشفافية فيه، ومين عم بيكذب ومين عم يسرق ومين عم يخربط ومين عم يشتغل مزبوط. ممتاز. بعد معي 5 دقايق بدك تركز معي، بدي فرجيك صور، بدي على كل صورة تعليق سوبر سريع، فيك تعلق بكلمة أو بكلمتين. مين هي؟ حبيبة قلبي ماما نجوى. شو بتقلها لنجوى؟ شو بتوعدها على السريع؟ صح. الصورة اللي بعدها شو بتقله لعدنان؟ بابا وخي وليد، بقول له مرسي بابا، مرسي انك ربيتنا هيك، ومرسي انك عطيتنا من نحن وصغار، قلت لنا انا بوثق فيكم. البابا ما كان يسمح لنفسه يفوت على غرفة النوم تبعيتنا بدون ما يدق على الباب. ممتاز. اللي بعدها وليد. وليد هو احسن جزء فيني، هو الثلاث ارباعي. اللي بعد شو هيدا؟ مرمرون. بيت مرمرون. نعمل هيدي الصورة. بتعرفي البابا والماما، ماما انخبر انه احنا عاملين بارتي بالبيت، فضحناك هلا. هيدي بيرثدي 16 تبعك ببيتكم يلي بتسموه بيت مرمرون. ليش بتسموه بيت مرمرون؟ هيدا بيت اهلك. هيدا شارع مرمرون ونحن هيدا البيت اللي خلقنا وربينا فيه. ايه بيت اهلي والبيت نحن خلقنا هونيك وربينا هونيك، وهيدا بيت مرمرون. ولا هيدي الانتريه المدخل، وهون بيت عمار السيد جيراننا، وطوط ماري الارمنيه فوق، وهي حياتي كلها. اللي بعدها يوليا وغوستافيا. غوستافيا، يوليا وغوستافيا. انا الحقيقه تغيرت كثير وقت تزوجت من يوليا من 12 سنه، وتغيرت كتير للأحسن. ومن وقت عندي غوستافيا أنا عايش بسعادة، بنتي مثل زوجتي، رايقين ومهذبين. في علاقة مميزة بينك وبين غوستافيا. مختلفين تزوجوا من الأجانب، علاقة مميزة طبعا. أنا اللي فيق الصبح، أنا اللي بلبسها بخدها على المدرسة، أنا وقت بنتغدى لحيت اليوم بالمطاعم أنا وياها منقش وبدنا ناكل بطعمية. إذا طيب فيني. فكرت للحظة إنه بس تصير نايب رح تخسر هودي؟ كل شيء بالنسبة لي ممكن ما يعود فيك تاخدها على المدرسة. أنا مشان هيك أنا عم ضحي، أنا عم ضحي. صح، انا عم ضحي كثير. انا اول شيء جربت اخذهم معي، ولكن وقت صار وقت الاول علينا وكانت مرتي وبنتي معي، فهمت انه انا ما بقدر امشي معهم يعني لحمايه مشان ما يتعرضوا للخطر. في عندك شيء وعد بدك توعدها يا لغوستافيا سريع؟ شو بدك توعدها لبنتك؟ باي بلد بدها تعيش بنتك؟ انا وعدتها لغوستافيا، هذا وعد اعطيتها، انه انا بس تكبر حتقدر تعيش بلبنان اللي هي ممكن تفتخر فيه. وقت يصير عمره 16 17 سنه رح تقدر تعيش باحلى بلد بالعالم يلي هو لبنان. هذا وعد مني لها. يوم اللي اعطيتها الباسبور كان عمرها تقريبا نهار واحد، اول ما خلقت ركضت على الانصليه بباريس عملت لها باسبور لبناني. انا وزوجتي وبنتي حاملين فقط الجواز اللبناني، وانا مصر اني انا قد ما فيني انقذ لبنان وحسنه لحديت ما بنتي وقت تكبر تقول انا هيدا البلد اللي بحلم اعيش فيه. عمر حرفوش بدقيقة توجه لأهل طرابلس، قل لهم ليش لازم ينتخبوك، شو كلمتك الأخيرة لأهل طرابلس اللي أنا بتمنى أنه أهل طرابلس يكون عندهم الوعي، أنه عندهم تشويس، عندهم يقدروا يفرقوا بين اللي خربوا البلد وسرقوا البلد ونهبوا البلد وفقروهم، وبين عمر حرفوش اللي جاي يرجع كرامة الناس وجايب مشاريع انمائية وجايب معامل نسيج، معامل خياطة. عندي مشاريع سياحية ليكون all included مثل بتركيا، بأنطاليا، مثل بمصر، بشرم الشيخ. عمر حرفوش اللي جايب وعاتي اهتمام كبير للثقافة، للتربية والتعليم، للطرقات، لتكرير الزبالة، للكهرباء. عمر حرفوش
عرفوش يلي هو قلبه بطرابلس وهو كل شيء عنده اياه مستعد يقدمه لطرابلس. انا بتمنى انه انتم تصوتوا لي بكثافه، لانه هذا كل لبنان ناطر هذا التصويت، كل لبنان بده ناطر يعرف اذا انتم حتاخذوا القرار الصح ولا لا. كل لبناني اليوم مجهر كل لبنان على طرابلس، وهالشيء لبناني الطرابلسي صار معهم خبر، وكل لبنان ناطرين يعرفوا شو الخيار رح يعملوه الطرابلسي، رح ينقوا عمر حرفوش او رح يقرروا انه لبنان لازم يرجع لورا. شكرا لك عمر حرفوش على هالإطلالة. يمكن آخر كلام لألك قبل الصمت الانتخابي، بدي أتمنى لك لألك ولكل المرشحين التوفيق بالاقتراع نهار الأحد. إن شاء الله إذا فيكن خير للبلد توصلوا، إذا ما فيكن خير للبلد إن شاء الله ما توصل. وهيدي دعوة الكل. آخر كلمة بليز. تفضل. آخر كلمة. تفضل قبل ما نطلع جنريك. جنريك يعني كل ما يبلش صمت الانتخابي. كل ما يبلش صمت الانتخابي. كل ما بتبلش صمت الانتخابي بتكتر علي الإشاعات. بليز ما تصدقوا شيء. أنا بالصمت الانتخابي ما بقدر رد. ما تصدقوا أي شيء. أنا مش رح انسحب. أنا لا آخر نفس ولآخر دقيقة رح دل مرشح ورح أربح. شكرا عمر حرفوش، وجينيريك بتوقيعك.